وللبس بكول هؤلاء فرسوان. هذين فرسوان من الفرس اللي يتكلمون الفارسية أو من هم أفغان بس يتحدثون الفارسية. في منهم يتحدثون الفارسية ومنهم يتحدثون البشتونية. بشتونية اللي هم هؤلاء الطالبان، قبيلة البشتون اللي خرج منها الطالبان، اللي هي تعتبر أكبر قبيلة في أفغانستان، اللي هي أقوى قبيلة في أفغانستان، أقوى وأكبر، أقوى وأكبر أعتقد، كبيرة جدا البشتون جداً. أيوة، وفي نفس الوقت الأشد بأسا بين الآخرين يعني. فشفت هذه الأشكال العجيبة الغريبة، طبعا طوال القامة، عراض المنكبين، أشكالهم عجيبة سبحان الله، كأن الله اختارهم لأمور عظام وحدثت ما بعد ذلك يعني.